بكم إلى برنامج السعودية في أسبوع من سي إم بي سي عربية. معكم أنا شيرين الرفاعي، حياكم الله، تتابعونا في حلقة اليوم. السعودية ومصر تتفقان على تعزيز التجارة واستكمال مشروع الضرائب. ندوة حول الاستثمار في الرياض تؤكد إقبال الأوروبيين على المشاريع الضخمة في السعودية. السعودية تعيش حالة استنفار لمواجهة الأمطار التي لم تشهد مثلها منذ ربع القرن. أهلا بكم. أكد حاتم صالح وزير التجارة والصناعة المصري أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون لزيادة الاستثمارات الحالية بين مصر والسعودية وإيجاد آليات لحل مشاكل المستثمرين إلى جانب إزالة كافة العوائق التجارية بين البلدين. كما أكد صالح ضرورة بدء مشروع الجسر البري في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك في ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة بالعاصمة الرياض. عطل الشمري كان حاضرا وأعد لنا التقرير التالي. الظروف التي تعيشها مصر لم تحد من زيادة التبادل التجاري بينها وبين السعودية، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار جنيه مصري العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 20%. وتسعى اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية إلى تعزيز التجارة بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة وطمأنة المستثمرين السعوديين على استثماراتهم في مصر. بالتأكيد موضوع المستثمرين ومشاكل المستثمرين خد حيز كبير جدا من المناقشة، والحقيقة احنا بنفسنا الوزراء بنفسهم قعدوا مع العديد من المستثمرين لبحث مشاكلهم، وفي وفود كثيرة جدا إن شاء الله هتتوالى مجيئها على مصر في الفترة القادمة لحل مشكلات بعينها لشركات بعينها. وفي مشكلات عديد من المشكلات الكبيرة حلت بشكل كامل، تقترب من 10 مشكلات، واعتقد ان احنا بقالنا برضو يمكن قدهم ان شاء الله، ونقدر نقول ان المشاكل ده او الصفحة دي خلصت وكل المشاكل اتحلت ان شاء الله. وإضافة إلى تشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين، بحثت اللجنة المشتركة المصرية السعودية التعاون الثقافي والإعلامي والسياحي والبيئي ومشروع الربط الكهربائي، بالإضافة إلى أن الجانب المصري دعا لتسهيل دخول المنتجات الزراعية المصرية للسوق السعودي كمنتجات الدواجن واللحوم المبردة والطازجة. كما ناقشت اللجنة الاستثمار البيني وتوحيد المقاييس والمعايير بين البلدين واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والنقل البحري. ربما في اختلاف وجهات نظر في بعض المشاريع، ولكن انا اعرف ان فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي مهتم بهذا الموضوع، واصحاب معالي الوزراء من مصر مهتمين بهذا الموضوع. واضح ان كان موضوع مهم جدا وناقشناه اليوم وفيه اهتمام كبير، فأتمنى إن شاء الله أن نرى حلول قريبة، ومتوقع إن شاء الله في بعضها نراها خلال أيام. ويحاول الجانب المصري والسعودي حل الكثير من الإشكاليات الأخرى عبر الاتفاقيات الموقعة خلال هذا الاجتماع، ومنها تسهيل دخول المقاولين المصريين إلى السوق السعودي، وكذلك تشجيع الاستثمار الزراعي بين البلدين. عدد من التفاهمات والتعاون عقد اليوم بين الجانب المصري والسعودي، يؤمل في حال تطبيقه أن يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري بين البلدين. عطل الشمري، سي إم بي سي عربية، الرياض. ينظر المستثمرون الأوروبيون بعين الاهتمام إلى دول الخليج العربي التي تخصص كل عام ميزانيات ضخمة لمشاريع البنى التحتية والخدمية. حول هذا الموضوع نظمت مفوضية الصناعة والتجارة الألمانية في السعودية ندوة خاصة لمناقشة واقع الاستثمارات الأوروبية في دول الخليج والمعوقات التي تواجه المستثمرين لدى الطرفين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. خطط التنمية والتنويع الاقتصادي الخليجية التي تعكف دول مجلس التعاون على تنفيذها تقدر بقرابة تريليون دولار، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص والتي لا تدخل ضمن خطط الإنفاق، منها خطط التنمية السعودية 2010-2014 والبالغة 385 مليار دولار، وخطط التنمية الإماراتية 2008-2013 والبالغة 160 مليار دولار، وهو ما يتطلب مزيدا من تطوير بيئة الاستثمار لبلدان الخليج العربي وجذب الاستثمارات الأجنبية لا سيما الأوروبية منها. التوجه للمملكة شيء كبير، وما يشعر فيها إلا رجال الأعمال،
يعني ما في فرصة الآن تطرح في السوق إلا وقد تقدم لها ما لا يقل عن 6-7 شركات أوروبية للمساهمة مع مستثمرين سعوديين. فعملية دخول المستثمرين الأجانب عندنا في المشاريع الاستراتيجية والعملاقة يعني في منتهى أنا راضي عنها جدا. إقبال شديد من الأوروبيين على الاستثمار في بلدان الخليج العربي، وسيزداد هذا الإقبال في حال تحسين البيئة الاستثمارية أمامهم. معوقات تسعى إلى مناقشتها وحلها ندوة الاستثمار بين دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، والتي نظمتها مفوضية الصناعة والتجارة الألمانية بالسعودية لتعزيز التفاهم والحوار حول العلاقات الاقتصادية الأوروبية الخليجية، في وقت تتزايد فيه المشاريع المقامة في دول الخليج العربي في كل عام، إذ يقدر عدد المشاريع التي يجب أن يكتمل إنشاؤها في السعودية وحدها بنهاية العام الحالي بنحو 268 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1,230,000,000 دولار. قمنا بعملية مسح حللنا فيها 68 مشروعا لدول الاتحاد الأوروبي في دول الخليج في مجال الانتاج الصناعي من حيث الفرص والعوائق. وبالنسبة للجاذبية، تعتبر المملكة العربية السعودية هي السوق الأكثر جاذبية للاستثمار بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 17 مليار دولار في غرب آسيا، تليها تركيا فدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن عدد المشاريع الأوروبية في بلدان الخليج إلى تزايد، إذ ارتفع عدد المشاريع الألمانية الصناعية مثلا في بلدان الخليج إلى أكثر من 68 مشروعا، ولكن حجم الفرص المتاحة في بلدان الخليج العربي والسعودية مقارنة بالقدرات الاستثمارية للأوروبيين يؤكد على ضرورة زيادة التعاون لترجمة هذه الفرص على أرض الواقع. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. السعودية في أسبوع مستمر معكم وفيه بعد الفاصل. عوامل التشغيل والاستثمار والأزمات الاقتصادية تخفض أرباح الشركات السعودية بنسبة 10%. Creating waves, making a difference, and elevating the global economy. Yes, it is time for change, time for new ventures, mergers, collaborations. It is time for the third annual investment meeting, the global investment event leading to economic development. Come, join us in our goal to achieve smart, sustainable, and inclusive growth. AIM 2013, opening doors, connecting minds, boosting growth and prosperity. The World Travel Awards are the Oscars of the travel industry. We recognize and reward travel excellence. Winners are independently selected from the votes of thousands of travel professionals worldwide. So when you see the World Travel Awards symbol, you can be sure that you're getting the best. Discover more by visiting worldtravelawards.com. The World Travel Awards. Travel excellence guaranteed. من أول الطريق حتى نقطة الوصول، من بورصة إلى بورصة، من شركة إلى شركة، تتغير الأرقام فتغير الأسهم اتجاهاتها، ولكن متى تشتري وماذا تبيع؟ وحده الاتجاه الصحيح يوصلك. البوصلة على شاشة CNBC عربية. من
جديد، أهلا ومرحبا بكم. أوصت ندوة مختبرات الجودة في المشروعات الإنشائية التي نظمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت مظلة الاجتماع الوزاري لوزراء شؤون البلديات لدول مجلس التعاون الخليجي، أوصت بضرورة تحديد جهات محايدة مؤهلة ومعتمدة لإجراء اختبارات الجودة في مواد البناء وتنفيذ جميع المباني والمنشآت أو إنشاء هيئة للمراقبة. المزيد في سياق التقرير التالي. مشاريع إنشاءات جديدة يعلن عنها كل يوم في بلدان الخليج العربي، ويتوقع تقريرنا عدته شركة فينتشرز مي أن تصل قيمة مشاريع الإنشاءات المستكملة في دول الخليج العربي إلى 81 مليار و600 مليون دولار خلال عام 2013، بزيادة نسبتها 19%. ولكن هذه المشاريع وخاصة الحكومية لا زالت تعاني من ضعف الرقابة على المقاولين والجهات المنفذة، مما دفع وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية إلى تنظيم ندوة مختبرات الجودة في المشروعات الإنشائية، وذلك بناء على توصية من الاجتماع الوزاري لوزراء البلديات بمجلس التعاون الخليجي. إن رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية لمستقبل مختبرات الجودة تنطلق من كونها الضمانة الأكيدة بمشيئة الله لسلامة البناء وجودة المشروعات والبنى التحتية، وأن تكون هذه الجودة مراعية للمحيط البيئي والبصري لتسهم بدورها المهم كرافد اقتصادي أساسي يتواءم مع برامج التنمية، وأن تتضافر جهود مختبرات الجودة مع المختبرات الحكومية والخاصة ومع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لضمان أفضل النتائج في مجال المشروعات الإنشائية على تنوعها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غير ذلك. وتطبق بلدان الخليج العربي عددا من البرامج الخاصة بفحص جودة المشاريع ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير التي وضعتها الجهات المعنية للمقاولين قبل التنفيذ. السعودية من جهتها طبقت برنامج التفتيش المفاجئ، والذي أنجز أكثر من 500,000 اختبار لعينات عشوائية من مواد البناء في المشاريع الإنشائية. ولكن هذه البرامج لا زالت تعاني من عدد من المشاكل، مثل قلة الكوادر التي تقوم بعمليات المراقبة والتفتيش، مما يهدد بضعف جودة المشاريع. تكون جهة على أغلب تكون حكومية أو شبه حكومية بمراقبة المصانع، مراقبة المواقع، ومراقبة التنفيذ، وبالتالي يكون هناك رقابة حيادية خارجية، وهي نفسها هذه الجهة تكون من مسؤولياتها أيضا تقويم الأشياء اللي تعملها المصانع والكذا ومدى صحتها. وإحنا عملنا هذا في مشروعات المشاعر المقدسة، واكتشفنا أنه في كثير من التلاعب بما يسمى بالمراقبة الذاتية اللي هي يقوم بها المقاول أو يقوم بها الاستشاري. وتسعى دول الخليج العربي إلى إعادة تهيئة المختبرات وآليات عملها، تمهيدا لوضع نظام مناسب يعزز قدرتها على ضبط الجودة في المشاريع الإنشائية. لم يعد الإنجاز في أن تقوم البلديات الخليجية في إقامة مشاريع جديدة، وإنما الإنجاز في أن تقوم هذه المشاريع بجودة عالية، مسألة يؤكد الكثيرون بأنها لا يمكن أن تتم إلا بمراقبة صارمة على المقاولين والمنجزين لهذه المشاريع. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. أوضحت وزارة العمل السعودية أنه لا صحة لما تم تداوله بأن الوزارة تدرس إمكانية خفض نسبة التوطين للمنشآت المنفذة لعقود مقاولات إنشائية إلى 3% بعد أن كانت في السابق 7.15%. قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إن الوزارة لم يصدر عنها تصريح بذلك، مشيرا إلى أنها ستقوم بإعلان نسب التوطين المطلوبة في نطاقات بعد انتهاء المهلة التي تزيد على النسب الحالية، وأنها تأمل من أصحاب المنشآت أن يسارعوا بتحقيق نسب التوطين المطلوبة بتوظيف السعوديين حتى لا تتعرض منشآتهم للهبوط إلى النطاق الأحمر، وذلك بعد الإعلان عن النسب الجديدة فور انتهاء الفترة التصحيحية التي تستمر 3 أشهر.
مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا المهندس فهد النصبان، مدير عام شركة النصبان للمقاولات، عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض. أهلا ومرحبا بك مهندس فهد. بداية، يعني نفي وزارة العمل بعدم خفض حصة أو التوطين لقطاع المقاولات، هل يعني هذا أنه يمكن فعلا توطين وظائف بهذا القطاع؟ يعني رغم أنه لا تتوفر مثل يعني مهن للسعوديين كنجار، كدهان، كمبلط، كيف تقرؤون ذلك؟ أنا أقرأ نفي الخبر أنه فعلا الوزارة ما صدر عنها بيان رسمي يفيد هالأمر هذا، لكن الوزارة لم تنفي أنها تدرس، لكنها نفت أن القرار اتخذ. فعلا الأمر يحتاج مزيد من الدراسة، مزيد من التحقق من النسب الفعلية، وها يعني قد يكون إشارة الوزارة إلى أنها ستعلن عن النسب الفعلية لاحقا، يعني ما يدلل على أن الوزارة تراجع قراراتها وتراجع النسب التي تفرضها كل فترة بحيث أنها تكون عادلة. لكن مسألة أنه هل ممكن أنه التوطين في هذا القطاع من عدمه، أعتقد أن المسألة إحنا تجاوزناها، الإمكانية موجودة، لكن إحنا الاختلاف في النسبة، يعني أن تحمل القطاع هذا أكبر من طاقته. كيف الإمكانية موجودة مهندس فهد؟ فهل الحين في عندنا نجارين، حدادين؟ ما نشوف إحنا يعني بهذه، يعني هذه دائما الوظائف ما تكون للسعوديين. أختي شيرين، الوظائف قطاع المقاولات ليست كلها نجارين وحدادين. الوظائف، يوجد وظائف في القطاع. وين الوظائف اللي تبي تكون فيه؟ وين السعر؟ يعني الوظائف المتاحة؟ الوظائف الإشرافية، الوظائف الإشرافية، الوظائف الإدارية، الوظائف الهندسية، جميع المشاريع المقاولات بشكل عام يوجد فيها بعض الوظائف اللي هي تقريبا بمعدل 5% تعادل، يعني تعتبر وظائف إشرافية إدارية ممكن سعودتها. فمسألة الإمكانية موجودة، لكن احنا نختلف الآن في مسألة النسبة. احنا نقول النسبة عالية، القطاع لا يطيقها، هي معيقة، هي مبطئة لنمو القطاع. هذا الأمر يعني اللي احنا نراجعه دائما، ونحاول بقدر الإمكان مع الإخوان في وزارة العمل تذليله وتسهيله في للمقاولين أو لمنشآت القطاع. نعم. طيب أنتم كمقاولين كيف سيكون المخرج لكم مع سعودة هذا القطاع رغم المصاعب التي تذكرونها؟ والله أنا أعتقد أنه الحل الأمثل لمنشآت القطاع بشكل عام هي التأقلم حقيقة والتماشي مع القرارات والبرامج اللي تفرضها الوزارة، لأن أصلا ما لها يد في فرضها، وغالبا لا تستشار فيما هي النسب الفعلية واللي يفترض فرضها على القطاع. ولكن أنا أعتقد أن التماشي والتكيف مع القرارات هذه لحد ما تنتج يعني عن اللجان المشتركة مع الوزارة اللي تبحث تطوير آليات القطاع وتبحث بقدر الإمكان تذليل الصعوبات اللي يواجهونها منشآة القطاع. أرى أنهم في التكيف إلى أن تظهر القرارات التي تستطيع أن تذلل الصعوبات هذه وتزيل العقبات هو الحل الأمثل بالنسبة لمقاولي القطاع. نعم، كان هناك حديث من قبل بعض المقاولين أن مثل هذه النسب المفروضة ممكن أن يستفيد منها المقاول الأجنبي على حساب المقاول يعني السعودي، ما هي صحة هذا؟ هو الاستفادة نسبية، يعني قد يعني من أشار لها الأمر هذا يقصد في ذلك أنه المقاول الغير نظامي، من يعمل بالباطن ولا يوجد له تسجيل ولا يوجد له منشأة مسجلة لدى يعني وزارة التجارة ووزارة العمل، ولكن يستوي صح؟ في ذلك ويا كثيرين طبعا أي كثيرين. نعم، لكن إذا ذكرنا أن المقاول الأجنبي المسجل اللي يوجد عند السجل ويعمل كما يعمل المقاول الوطني، أعتقد أنهم سواء في هالأمر هذا، لا يوجد فرق بينهم فيما يتعلق بأن برامج السعودة يعني تشكل بالنسبة لهم سلبيات. طبعا أنت تعرفين برامج السعودة هي فرضت من أجل إيجابيات، يعني منظورة من قبل الجهات الرسمية، لكن لا يوجد عمل يعني خالي من السلبيات، وهذه من السلبيات اللي احنا نريد أن نذللها ونريد أن نضع لها حلول مع الوزارة.
نعم. طيب مشاريعكم تأثرت بنسب السعودة المفروضة؟ بطبيعة الحال يعني في يعني عند فرض النسب يحسب كل مقاول أو كل منشأة حساب لأي عمالة غير سعودية تضاف إليها، لأن مطالب بأنه يوظف سعوديين مقابلها، نسبة 7% سعوديين مقابلها، وهو ما لا يتوفر في الكثير من الأحيان لكثير من المنشآت. فترى منشآت القطاع تحجم عن بعض المشاريع من أجل أنها لا تستطيع أو تعرف مقدما وسلفا أنها لن تستطيع تحقيق هذه النسبة، فهي مبطئة يعني لنمو القطاع نوعا ما. نعم. طيب وش الحل مهندس يعني بالحال هذا؟ يعني إحنا نبي توطين وظائف، نبي سعودة وكلنا نطالب فيها، في المقابل بعد ما نبي يخسرون يعني المستثمرين، وش الحل؟ كيف إحنا ممكن يعني نخرج بقرارات مفيدة لا تسيء لأي طرف من الأطراف؟ والله الحل يكمن في مثل شعبي، يجب أنه قطاع المقاولات ووزارة العمل يعني أن تعمل بموجبه، يعني من البيئة مأخوذ، يقول لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم، يعني وزارة العمل يجب أنها بقدر الإمكان تحاول بقدر الإمكان ترضى بمقدار النسب اللي وصلت لها في هالقطاع هذا، وتحاول بقدر الإمكان تستكشف الصعوبات اللي موجودة في قطاع المقاولات، وتحاول بقدر الإمكان تسهل وتذلل هالعقبات لكي يستطيع القطاع هذا ينمو ويأتي بأثره ويقوم بتنفيذ المشاريع الحيوية اللي تطرحها الدولة أو موجودة في 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 القطاع الخاص، وفي نفس الوقت تستطيع أن تستوعب برضو المواطنين في وظائفها اللي تستحدثها في المشاريع هذه. طيب نقدر نقول أن قطاع المقاولات أصبح بالفترة الحالية وبعد يعني اتخاذ الكثير من القرارات من قبل وزارة العمل، هل أصبح الآن قطاع المقاولات طارد للمستثمرين سواء الحاليين أم الجدد اللي يبغون يدخلون الحين في القطاع هذا؟ على كل حال قطاع المقاولات أصلا بدون هالبرامج هذه هو قطاع طارد حقيقة، وهو قطاع شاق. احنا نسمع انكم تربحون. هو قطاع شاق، ولا يدخل هالقطاع هذا الا من حكم على نفسه بالتعب والشقاء، ولكن اضيف على الشقاء شقاء يعني من خلال هالبرامج هذه، اللي نتمنى ان يكون ان شاء الله في الجهود المبذوله من الطرفين تذليل لها وازاله لها، بحيث انه نستطيع ان نجد قطاع صحي ينمو بشكل جيد ينفع المجتمع وينفع البلد. طبعا نتمنى ذلك. إذن المهندس فهد النصبان مدير عام شركة النصبان للمقاولات وعضو اللجنة لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، شكرا جزيلا لك. تشهد المملكة العربية السعودية في هذه الأيام أمطارا غير مسبوقة منذ أكثر من 25 عام، أدت إلى تشكل السيول في الشوارع وتعطل حركة المرور واحتجاز مركبات كثيرة ووقوع حوادث، بينما تعطلت الدراسة في بعض المدارس والجامعات وعزلت مناطق سكانية، وأعلن الدفاع المدني والأجهزة المعنية في السعودية حالة التأهب القصوى لمواجهة تبعات الأمطار. وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تستمر موجة الأمطار بضعة أيام متواصلة. ونشر الدفاع المدني السعودي أكثر من 700 فرقة ميدانية مجهزة بقوارب إنقاذ وغواصين ومعدات بحث في جميع المواقع المعرضة لتجمع المياه أو جريان السيول تحسبا لأي تطورات. علها أمطار خير. تميز إعلان الشركات السعودية المدرجة بالسوق المالي لأرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بوجود شركات كثيرة تعرضت أرباحها للخسائر بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012، ويعزو الخبراء هذه الخسائر إلى الظروف الخاصة ببعض الشركات مثل توقف بعض مصانعها عن العمل أو إجراء الصيانة أو بسبب الظروف والأزمات الاقتصادية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مع إعلان الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم عن أرباحها للربع الأول، تبين أن كثيرا منها عانى من خسائر كبيرة في الأرباح، والتي تراجعت بحسب بعض التقديرات بنسبة 10%، أي ما يعادل 2,550,000,000 ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كل ما يحيط بالمملكة العربية السعودية بيؤثر بشكل كبير جدا على الشركات السعودية، لأن السعودية أو المملكة العربية السعودية كما أنها سوق كبير جدا، فهي أيضا بتمتلك شركات عملاقة تتأثر بما يحيط حولها، لأنها شركات باتت الآن أو غدت يعني شركات عابرة للقارات، شركات دولية بتمتلك فروع في معظم دول العالم، فبالتالي تتأثر سلبا بالاقتصاد العالمي. والاقتصاد العالمي أنا أعتقد الآن أنه بيمر بمرحلة انعطاف، وإن كانت لا تصل إلى الأزمة التي عصفت به في نهايات 2009، ولكن لا زال الاقتصاد العالمي لم يصل إلى مرحلة الاستشفاء بعد. أما أكثر 5 شركات سعودية تراجعا في الأرباح فهي شركة الاتصالات السعودية وسابك وبنك البلاد وطيبة للاستثمار والتصنيع، وتعزو بعض الشركات خسائرها إلى تدني المبيعات أو لإجراء أعمال الصيانة المجدولة أو الانقطاع الكامل لإمدادات الطاقة الكهربائية. كما يرى الخبراء بأن الظروف الخارجية وخاصة الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم تؤثر في أرباح الشركات السعودية، والتي أصبح بعض منها عالميا كسابك. في بعض الشركات أثرت أرباحها في الأسواق العالمية، أسمي مثال سابك طبعا، بحسب لأنها معتمدة بشكل كبير على الإنتاج والتصدير الخارج، بالتالي هي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية العالمية. ليست الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي هي فقط من تعرضت للخسائر خلال الربع الأول لهذا العام، بل تعدى ذلك إلى قطاعات بعينها تصدرها قطاع الطاقة بقيمة قدرها 620 مليون و700 ألف ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بسبب ارتفاع خسائر الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 13%، أي ما يعادل 74 مليون ريال. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من السعودية في أسبوع. تقبلوا تحياتي أنا شيرين الرفاعي وطاقم العمل. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.